والله لو أكو وزير داخلية حازم ووزير دفاع حازم واستخبارات ومخابرات، هذا الانفلات الأمني والسرسرة اللي قاعد تمارس ضد الشعب يجب أن تتوقف. بس يقعد القائد العام للقوات المسلحة في مجلس الوزراء يسولف وين الوزراء؟ يعني هذا بالشارع جاي يشوفه سرسرة برأيك؟ ها؟ هذا بالشارع جاي يشوفه سرسرة؟ يا الطرق غير، تعال يا وزير الدفاع غلق الطرق بين البصرة وبغداد أمر غير صحيح، غلق المدارس غير صحيح، غلق الكذا غير، يعني أنطي توجيهات، مو تسولف لهم يا أخي. دولة القرار هي مو سوالف، شو يسوي متظاهرين محتجين ما حد جاي يعطي مطالبهم، محللين يسمونا كذا، متظاهرين صار لهم 4 أشهر بساحات التظاهر بالسلمية قاعدين ساكتين، ملوا يا أخي، ملوا 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 من من ملوا من ماكو شيء ملموس من الحكومة. ايوه هذا روح لأي مكان هسه تروح تشوف القطاع الخاص بهاي الدولة فقط اللي يعمل